سوني مثلا الكره باينه جدا ان الراجل واخد الكره الاول وما خبطش الراجل عشان ياخد انذار. حمدي فتحي في اول لعبه بياخد كارت اصفر في حين ان زميله في فاركو، هنقول زميله طبعا في فاركو، طبعا عمل اكتر من خطا تقريبا خد انذار. انا عندي مشكله الحقيقه مع الحكام، مش عشان والله مش عشان حاجه، لكن انا كسبان يعني النادي الاهلي كسبان امبارح، انا ما بقولش مشكله، ما عنديش مشكله، لكن انا عندي انه يجب ان يتم تطبيق القانون على الجميع. خلاص انا يعني انا ممكن امسك احمد الحنفي احطه تحت ايدي كده واقع بيه اللي هي اسمها سوفليكس دي ولا المصارعه دي ولا شريف عبد الصيد شريف عبد الصيد بيعملها الحاجات دي. الحاجات دي معموله في فرق بتعملها مع ناس وبتعدي وجون وثلاث نقط والدنيا ماشيه. عندك في النادي الاهلي ما هو انا لو بيتم تطبيق هذا الامر على النادي الاهلي ما خلاص انا مساواه في الظلم عدل هقول ايه. لكن النادي الاهلي لو عدى من قدام حد واحد وقع يقول لك ده فاول على النادي الاهلي. لا ولو ما اتحسبش حاجه على النادي الاهلي، نفترض ان ما الكره عدت على الحكم في ماتش النادي الاهلي، نخش في المؤامرات والتحكيم ونفوز. لكن انا سكك. والله لكن انا بتكلم على حق النادي الاهلي، لا ما لا اتكلم عن شيء اخر، ماليش دعوه باللي بيحصل حواليا، لكن حتى المساواه في الظلم اسمها كده، المساواه في الظلم عدل. لما بيحصل ده في انديه اخرى بنتكلم على ان اخطاء التحكيم جزء. انا كان نفسي انا اقول بالظبط ان كره القدم، لكن النادي الاهلي بتبقى مؤامره وتظبيط او اصل الاسلام ضغط على الحكام. صح. انا عمال من امبارح والله يقول لك اصل الاسلام، الاسلام مين اللي ضغط على جد كام حد بيخش على صفحات الفيسبوك للحكام الحق ده اصله كان عامل لايك كذا. انا ما بقولش حاجه والله، انا كل اللي بقوله يا جماعه العداله، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء وهنغلب بيها احسبها. على فكره الجمهور هيسقف لك، جمهور النادي الاهلي كله هيسقف لك لو هذه الحقيقه، بس لو بتعملها كده ومع كل الفرق مش مع النادي الاهلي بس، فانا عندي مشكله وهتفضل عندي لغايه لما تتحل. هو